السلام عليكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في البداية. لو أنت جديد في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك إشعار بكل جديد. واثنين، اعمل لايك وشير للفيديو ده. طارق حامد وأزمات طارق حامد المتكررة مؤخرا مع نادي الزمالك، هو بيخضع حاليا للتحقيقات في نادي الزمالك بسبب موضوع إنه سافر أسبانيا وألمانيا علشان ركبته. وطبعا مرتضى منصور بيقول لك لا، ده هو بيتهرب من أداء المباريات في الزمالك، ولا خلاص مش هنجدد له وهنمشيه. كان في كلام على طارق حامد بعد ما كان اسطوره خط الوسط بالنسبه لهم والناس كلها عماله تغنى بيه. حاليا بما ان الراجل عنده عرض من السعوديه وبيفكر ان هو يروح اتحاد جده، في حمله في اتحاد جده بيقول لك لا مش عايزين طارق حامد. فعلى الرغم ان هو كان قبل كده بيتغنوا بيه، دلوقتي بقوا بيشتموه علشان الراجل عايز يروح الخليج يدور على مصلحته هناك وياخد مبلغ مالي يامن ليه مستقبله. مش عارف بصراحه جمهور الزمالك لما كان حد من لعيبه الاهلي عايز يروح السعوديه او يروح اي دوله من دول الخليج يقول لك ده مش عارف ايه، سيبوه يحترف وده حقه. لكن لما يجي طارق حامد عايز يسيبهم ويروح عشان شويه فلوس زياده في السعوديه يقول لك لا ده بقى خاين وبتاع ويتشتم فيه ليل ونهار. ولكن ده مش السياق اللي احنا جايين نتكلم فيه اصلا، لان تردد بعض الكلام على التلفزيون ومن بعض الصحفيين ان النادي الاهلي بعت عرض لطارق حامد ويبدا يتفاوض معاه في الفتره الجايه لضمه للنادي الاهلي تحسبا لرحيل اليو ديانج بنهايه الموسم ان شاء الله. ولكن خرج مصدر من النادي الاهلي النهارده ونفى كل التصريحات وكل الكلام ده، وقال ان النادي الاهلي ما فكرش في طارق حامد لا من قريب ولا من بعيد، وما قدمش اي عروض للاعب ولا فكر خالص ان هو يتفاوض مع طارق حامد لضمه في الفتره الحاليه. وقال ان هو النادي الاهلي بيدور على بديل لديانج، يكون شاب صغير ويكون بديل قوي ومؤثر في الفتره الجايه. لكن طارق حامد خارج الصوره، وكل اللي بيحصل ما بينه وبين نادي الزمالك النادي الاهلي ملوش دعوه بيه، والنادي الاهلي ما بيفكرش يضم اللاعب في الفتره الجايه لصفوفه في الانتقالات الصيفيه الجايه ان شاء الله. وبالتالي طارق حامد ملوش اي علاقه بالنادي الاهلي. ولكن في بعض الاعلاميين لازم يثيروا الجدل ببعض التصريحات لاي لاعب عنده مشكله في عقده يقول له خلاص يبقى ده رايح الاهلي في الفتره الجايه. اي لاعب عنده مشكله مع النادي بتاعه لازم يزق النادي الاهلي في الموضوع علشان يسوق اللاعب بتاعه، او يسوق اللاعب بالنسبه للنادي اللي هو موجود فيه حاليا، او يسوق النادي بالنسبه لاي نادي تاني عايز يضم اللاعب. يقول له ده كان النادي الاهلي بيفكر ان هو يضمه، فبالتالي يطلب فيه سعر اعلى في التفاوض. ولكن طارق حامد ملوش اي علاقه بالنادي الاهلي، ولا النادي الاهلي له علاقه بطارق حامد في الفتره الجايه ان شاء الله. في النهاية متنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة. سلام.